أول مرة شفتني بالمشفى قلت إنه قلبي رح يقوم وحنون. مظبوط حكيك، نحن في عنا جنة مثل ما في عنا جهنم. ولو كنت خاين، انت كمان في عندك حقوقك قدام العدالة. إذا انت بتسلم حالك حيخف عنك الحكم. بس إذا بتطلع قدامي لتواجهني وتقتلني، تعرف أنا عند وعدي، يعني رح أطلع بروحك. أخي عاكف! أخي عاكف! انبطعوا! بسرعة! هذا الوسخ متخبي مو معروف وينه. ديروا بالكم منيح. ها لقيته؟ عم حاول بالتر. على اساس انت ملك الصيد؟ لك انا ملك الحركه. شو يعني؟ لازم الطير يتحرك لحتى اقدر صيده تماما. معناها رح حرك لك اياه مثل العصفور. لا تستعجل هيك اخي، اصبر شوي.
ما بتقدر لي. أنا فيني أطلع بروحك هلأ، بس أنا بدي خليك توقف تواجه العدالة. أخي كأنه تأخرنا على الحفلة. تركت لك الحفلات لالا. والله رقدت بس ما لحقت. شو ما عملت ما بتقدر لي. أنا فيني أطلع بروحك هلأ، بس أنا بدي خليك توقف تواجه العدالة. أخي كأنه تأخرنا على الحفلة. تركت لك الحفلات لالا. والله رقدت بس ما لحقت. مرق انت بوقف جنبك. أصحكم تلتفتوا لهون. انتوا فكرتوا اني رح استسلم بسهولة. انت يا صياد البشر، هي لحظة حياتك الأخيرة. حابب تموت ما هيك ولك؟ لك انت قلبك رحوم وضعيف، المرة الجاية رح تشوف شو بدي اعمل فيكن. ما رح يكون في مرة تانية، هي اخر مرة لإلك. خلص ما عاد عندك فرصة تانية. أخي ما توسخ إيدك بهالوسخ. أخي عاكي لا تنفذ له طلبه، اترك العدالة هي اللي تعاقبه يا أخي، لا تعملها. أخي عاكي لا تعملها. اسمعني عاكف، اللي أنا بعرفه ما بيعملها، أوعك تعملها. أخي لا تعملها، أوعك. يلا يا حقير.